تنطلق أولى حلقات برنامج باتل شيف العرب. شاركت المسابقة بتونس لبطل شيف العرب. جيت من العراق مثل العراق ومثل الشيف العراقي. الشيف فراس خابرني قال لي أكو مسابقة كذا وكذا وراح أقدم اسمك من خلال هاي المسابقة. من قدمت هاي المسابقة انقبلت. كل الموجودين هناك المشتركين موجودين داخلين بمعاهد فرنسية وإيطالية. بشير السبعاوي من العراق، حضروا لكم ما طلبتم؟ شربت عدس طيبة. مسابقة كانت حلوة وبيها خبرات عالية وبيها حكام متميزين عالميين وعرب. أنا حاولت داخل المسابقة أقدم أكثر شيء الأكلات العراقية الموجودة وأحاول أطور بها. بشير مهمته في المسابقة واضحة، ما نهت عنده الطبخ العراقي لازم يكون موجود معاه شوية توظيفات. وصلت لحد حلقة 13 من أصل اللي هي 15 حلقة. وصلنا للتوب 5 على مستوى الوطن العربي. تلقبت سفير الأكل العراقية من الشيف وفيق اللي هو الشيف العربي العالمي. بشير من موصل، عمري 28، شيف عام. عملي بسابق أنا بصيانة الحاسوب أشتغل، لكن يعني بالفترة اللي نزحنا بيها من موصل ودخلوا داعش علينا صراحة كانت فترة جدا عصيبة. الأوضاع بالبلد مو تمام، الوالدة تعبانة شوية، كانت والدي مفقود أنا من سنة 2003 وشغل ماكو، انا ما داخل مجال مطاعم نهائيا ولا مشتغل بيه، فكنا ندور اي فرصه عمل حتى نعيش عوائلنا الموجوده في اربيل. الحمد لله شكر لقيت شغل واشتغلت بمطعم من المكتب وقاعد الشغل 12 ساعه 14 ساعه وراتب قليل جدا كان، يعني انا اشتغل من الصبح الليل 15 18 ساعه 16 ساعه، يعني شغل عادي. كان بدايه الامر اشتغل على السينك اغسل مواعين، لكن شوي شوي تعلمت مجال الاكلات الغربيه والشرقيه، حبيت هذا الموضوع. شفت المستويات الموجوده هناك عاليه وشجعون الموجودين اللي هم هناك، يعني نوصل شوي شوي. فبين العام والثاني كان يصعد مستواي، بين العام والثاني يصعد مستواي والحمد لله والشكر. بعد جهد وتعب 8 سنوات انا في هذا المجال حاولت اطور من نفسي عن طريق النت. النت كان الدافع الاساسي لي من خلال اليوتيوب اتابع المشاهير العالميين والمعاهد الفرنسيه والايطاليه، لان احنا بالعراق ما عندنا لا هاي المعاهد ولا عندنا المستويات المطلوبه في هذا المجال الاكلات الغربيه والفرنسيه والايطاليه. فكان الاساس لي بالتطوير اللي هو الانترنت. الصعوبات اللي واجهتني هناك من حيث ساعات العمل، كان ما متعلم انا كيف اشتغل، يعني مثل 14 ساعه 15 ساعه وراتب قليل، كانت صعبه علينا ببدايه الامر، وبس تقبلنا هذا الموضوع بسبب المعيشه. حبيت اطور من الاكل العراقي الموجود بصوره عالميه حديثه، والحمد لله شكر توفقنا بهذا المجال. الاطباق اللي انا اسويها دائما واللي احبها، احب اسوي الاكلات العراقيه بستايل عالمي، يعني نجيب الاكل العراقي القديمه مثل مدفون وشيخ محشي والمسقوف والعروق الموصليه والكبه الموصليه والمطبق الربيع، اسويه بطريقه عالميه حديثه ستايل عالمي. داعم الاساسي على مستوى الشخص اللي هم عائلتي، الزوجه والوالده قدمهم تحيه، لان انا عفتهم 40 يوم التصوير، فقالوا انت لا تشيلهم، تدري انت متعوف عائلتك 40 يوم لازم ماكو احد وياهم، من يقدم لهم المعيشه شلون دير بالك على اهلك، فقالوا لي روح احنا بظهرك، وانا هناك وهم يراسلوني وها بشر وين وصلت شنو الموضوع، فمو مال واحد ارجع خسران او طالع من اول حلقه او ثاني حلقه، لين هواي ناس منتظرين مني الخبر الحلو اللي افرحهم. انا شايفك مغامر اليوم، يعني مختار 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 شيء ولا واحد من المتسابقين مختاره، الوحيد اللي مختاره انت. فتره من الفرات وصلت الحلقه العاشره سويت المطبق الروبيان، جاني واحد من الحكام قال لي بشير انت بدك خاطر، يعني انت بحلقه العاشره ومستوى عالي بتسوي لنا رز، قلت له انا اذا اطلع من ورا هذا المطبق الروبيان عادي امشي اتذكر اسم العراق اكل العراقي ما عندي مشكله. خليت قبالي صوره العراق واسم العراق وتفوقنا الحمد لله والشكر رغم كل الظروف وقله الدعم. الطموح اللي اطمح اليه انه يكون لي مطعم خاص باسمي، وانه اوصل الاكل العراقي اشارك بها باولمبياد اللي راح تصير عالميه العام القادم، راح اصير اولمبياد للطهي. اطمح ان شاء الله انقبل بهذه الاولمبياد واقدم الاكل العراقي بصوره عالميه واوصل النكهه والاكل العراقي لابعد دوله بالعالم. وش حكي احنا نحكي.